التصويت على القانون المالي برمته هذا النهار، ومع الأسف الحكومة لم تستجيب للتعديلات ديال الفريق الاستقلالي، والتعديلات كلها كانت كتصب في إغناء القانون المالي وإعطاءه واحد الدفعة يعني باش يستجيب لخدمة المواطنين والتخفيف على القدرة الشرائية، لكن مع الأسف الحكومة مضت في التعنت ديالها وصوتت ضد رفضت عفوا يعني جميع التعديلات ديال اللي تقدم بها حزب استقلال واللي تقدم بها كذلك عدد من الأحزاب الأخرى ديال المعارضة. والغريب في الأمر أنه هذا القانون فيه كيطرى عدة إشكاليات، لا في مجال العناية بالعالم القروي ولا في مجال يعني العمل الاجتماعي، فهو قانون فارغ كمثل قانون ديال السنة الفارطة، بحيث أنها الآن الحكومة جابت قانون مالي ديال 2014، وهذا القانون المالي ديال 2014 ولم تصرف جميع الاعتمادات اللي كانت مبرمجة في 2013، واللي واحد العدد ديال الكمية هائلة من هذه الاعتمادات غتنقلها من 2013 ل 2014 وتشتغل بها، بحيث كما هو معلوم تم حذف 15 مليار ديال الدرهم في الصيف الماضي، وكذلك تم التوقيف ديال صرف الاعتمادات والالتزام بها في 1 اكتوبر الماضي. وهذا كيبين على انها حكومه ما عندها شي رؤيه في المجال ديال تدبير الشان العام، وما عندها شيء يعني شي اطلاع بتسيير الشان العام، وانما هي حكومه كتقوم بواحد العمليه محاسباتيه وكتترقع وكتجيب حلول اللي هي ترقيعيه، وبذلك ما كان شيء عندها واحد الرؤيه واضحة، وما كانت عندها واحد استراتيجية، وما عندهاش واحد البرنامج طموح اللي كي يجيب شي إصلاحات جذرية. هذا هو اللي جعل أنه الفريق ديال حزب الاستقلال يصوت ضد هذه الميزانية.